سمعنا أنه اليوم هنالك حوار صار حول 25 اتفاقية مع الجانب التركي. هل هذه الاتفاقيات هي بالأحرف الأولى تترك للجان لتقررها أم تم التوقيع عليها؟ قد تكون بالبداية الاتفاقيات محدودة بعض الشيء، يعني هناك بحدود 4 اتفاقيات إضافة إلى 22 مذكرة تفاهم. المهم هو اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تشمل خارطة الطريق للعلاقة المستقبلية مع جارة تركيا، تقريبا ترسم الكثير من الأمور المفصلية في هذه العلاقة. ثم اتفاقية إطارية حول الجوانب الأمنية، كذلك هناك حول القضايا الزراعة وما زراعة وحول المياه أيضا. هاي الأربع يعني نقدر نقول اتفاقيات، يعني الإطارية يا أستاذ سبهان ميادين خاضت بها، زائدا 22 مذكرة تفاهم. قطعا مذكرات التفاهم هي فيها التمهيد لأن تتحول لاحقا إلى اتفاقيات ثنائية أيضا حسب تطور الأوضاع وحسب تفاعل البلدين. يعني لازم تكون خطوة مقابل خطوة من الطرفين لتقريب وجهات النظر لتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين، والبلدين بالتأكيد تربطهم علاقات تاريخية كبيرة. يعني الكل يتطلع أو يريد إجابة محددة لقصة تاريخية مع تركيا بقصة المياه. هل في هذه القمة هنالك اتفاقية وليس التفاهم أو اتفاق بقصة حصة العراق المائية مع تركيا، وأن هذه الاتفاقية ممكن أن تكون ملزمة بنصوصها على الطرفين وتودع لدى الأمم المتحدة؟ لا، لحد الآن ما وصلنا لمرحلة الاتفاقية الشاملة التي كان يطمح لها العراق، لكن هناك جرى التفاهم الأساسي والأولي وشكلت لجنة دائمة في هذا الشأن تدرس بين الطرفين، يعني كأنه إدارة مشتركة أو تهيئ الإدارة مشتركة لإدارة المياه بين الطرفين، بحيث هناك تفاهم تركي كبير لحاجة العراق، لكن أيضا هناك ملاحظات أو قد تكون مواقف من تركيا حول قضية الاستخدام الأمثل للمياه في العراق. تدري العراق في هذا الجانب نتيجة الظروف اللي مر بها هناك يعني خلل في الاستخدام الأمثل للمياه. ممكن تفسير يا قبل أن أنتقل إلى أسطنبول أستاذ سبهان، توضح لي قصة أو ما معنى الإدارة المشتركة للمياه بمشاريع مشتركة بين البلدين، الاعتماد على الخبرات التركية، إدارة تركيا لملف المياه بالعراق؟ هاي النقطة تحتاج أن توضح. ما ظهر بالإعلام من الاتفاقية من سواء بالمؤتمر الصحفي أو بالبيان الختامي هو ظهر بهذه الصيغة، أن هناك لجنة دائمة تعمل على تواصل بين الطرفين فيما يخص المياه، وهذه قد تهيئ لإدارة مشتركة مستقبلية، وهذه الاتفاقية تمتد 10 سنوات قابلة للتمديد. المهم هناك تفاهم تركي وهناك استعداد تركي للتفاوض حول المياه وحول حاجة العراق. قد تكون ترفع الإطلاقات في الأوقات المناسبة، وقد تكون أيضا حول الاستخدام الأمثل للعراق في قضايا الزراعة، من الري السيحي إلى الري بالمنظومات الري الحديثة، إضافة إلى مشاريع عروائية مشتركة، إضافة إلى يعني دخول شركات تركية أيضا حتى في جانب الزراعة. المهم هناك يبدأ تفاعل مشترك يؤطر باتفاقية الإطار الاستراتيجي. ستكون هذه جزء منها وتعالج كل الإخفاقات أو كل المشاكل التي يشكو منها العراق أو لتركيا موقف في هذا الشأن.